إلى محافظة التأميم في كركوك تحديدا، في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم، النفايات أيضا هناك. ولكن للتوضيح أخذنا من هذا المقطع دقيقة واحدة فقط، مساحة الفيديو أكبر من ذلك بكثير. تم تصوير هذا المقطع بسيارة كما ستلاحظون، عملية سير السيارة، سرعة ووقت ونتيجة التصوير، طبعا وقت التصوير ستلاحظون أنه خلال دقيقة واحدة بسير سيارة طريق ممتلئ بالنفايات في مدينة كركوك، والمقطع كما ذكرنا أكبر وأطول من ذلك بكثير، فلنشاهد. Thank you.